دايما احنا هنا في البرنامج متعودين ان احنا نشجع دايما النماذج الموهوبه والنماذج المتطوره، والاهم كمان ان النماذج دي تلاقي من يدعمها اكتر في مجالها. عشان كده لما كنا بنتكلم على فكره ان الدوله بتدعم ذوي الهمم، كان حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا انه المفهوم والتوعيه بفكره دمج ذوي الهمم في انشطه المجتمع وبين الناس كمان. ده امر مهم جدا ومهم انه يحصل في كل القطاعات وفي كل المجالات، فنيه وغير فنيه، ثقافيه وغير ثقافيه ايضا. يا هلا. صحيح يا محمد، امبارح كان المفهوم ده واضح جدا، الناس لازم تستوعب ان ازاي ذوي الهمم ليهم القدرات الخاصه، ليهم الابداع، ليهم انجازاتهم في كل المجالات سواء رياضيه علميه. الحقيقه التغلب على التحدي وده واضح، واهتمام الدولة ووضعهم على رأس الأولويات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في أكثر من محفل الحقيقة ومن خلال الالتقاء بهم مباشرة. وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد افتتح أول معرض لمريم، مريم وجيه من ذوي الهمم، وهي فنانة تشكيلية أو من الفنانين اللي التحقوا بكلية الفنون وكمان أصبحت فنانة متميزة جدا. قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية كان فيها الافتتاح وتعرض فيه 55 لوحة متنوعة. بس لازم كمان يا هبه واحنا بنتكلم ناكد على انه الاهتمام ده مش بس تقدير لموهبتها، لكن كمان رساله لدعم الفنانين من ذوي الهمم وتعزيز وجودهم في المشهد الثقافي. مريم وجيه عاشت رحله كفاح طويله جدا، لكنها اثبتت ان الاراده والعزيمه تقدر ان هي تتخطى اي عقبه، ويمكن كمان اعمالها الفنيه بتعكس قدرتها على تجاوز التحديات وتحويلها كمان الى ابداع مهم جدا وملهم. يا هبه. صحيح، أكيد الاهتمام بمريم بشكل خاص جه من كونها بتمثل نموذج أكيد ملهم لكل شخص بيواجه صعوبات أو بيواجه تحدي، وإزاي يتغلب عليها وإزاي يحط لنفسه بصمة ويثبت وجوده وسط العالم اللي هو عايشه. كمان ده ممكن نعتبره مؤشر جيد بيعكس رغبة الدولة في دمج ذوي القدرات الخاصة ويوضح قد إيه هم قادرين ولكن باختلاف التحديات اللي تغلبت عليها مريم نموذج هذه المرة من الفنانين التشكيليين أو من الفنانين بشكل عام، لكن كمان عندنا نماذج كتيرة في الإبداع في كل المجالات من ذوي القدرات الخاصة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وبنقول لكم صباح الخير يا مصر.